عزوز ودود. في يوم من الأيام استيقظ عزوز من نومه صباحاً. كان بطنه يصدر أصواتاً قرارارارارا، فوضع يديه عليه ليسكته. ذهب إلى المطبخ فوجد جوداً تجلس إلى طاولة الطعام، بينما ماما هنا مشغولة بتحضير الإفطار الشهي. قال عزوز: ماما، إني أتضور جوعاً وبطني يصدر أصواتاً غريبة. ردت ماما: اصبر قليلاً، ما رأيك في أن تتناول بعض الفاكهة بينما أنتهي من أعداد الطعام لكما؟ سحب عزوز كرسياً وجلس إلى المائدة في مقابل جود. كالمعتاد كان في منتصف المائدة سلة الفواكه الطازجة الشهية، فيها موزة، تفاحة، برتقالة، فراولة، وعنقود عنب أخضر لذيذ. وكانت جود منهمكة في تناول رقائق البطاطا المقلية التشيبس، وأمامها أنواع أخرى من الحلوى والشوكولا. سمع عزوز الموزة تهمس في دهشة للفواكه الأخرى: انظروا، إن رقائق البطاطا المقلية التشيبس تستعد للانطلاق إلى فم جود، والحلوى تستعد كذلك بعدها، تقول التفاحة. هيا بنا لنسبقهم، تقول الفراولة. لقد فات الأوان، من الأفضل لنا أن نسرع لفم عزوز، انظروا كيف ينظر إلينا بشهية. غارت الحلوى من سرعة ولياقة الفواكه وهي تسرع بحيوية إلى فم عزوز ومن ثم إلى معدته، فأخذت تحث رقائق البطاطا المقلية على الإسراع إلى معدة جود لكي يأتي دورها. هيا لا تكون كسالى. حاولت الرقائق الإسراع أكثر، لكنها انزلقت وصرخت في ألم قائلة: يا إلهي، لقد أغرقوني في الزيت، لذلك أنا ثقيلة ومجهدة وأركض بصعوبة. كانت الفواكه قد وصلت إلى معدة عزوز بكل نشاط وأمدته بفيتاميناتها ومعادنها الغنية والمفيدة، فإذا بعزوز يشع حيوية ونشاطة. ابتسم في سعادة وقال: يا سلام، الفواكه أسكتت بطني وهدأت من جوعي، سوف أنطلق لألعب قليلاً ريثما تنتهي ماما من إعداد الفطور. هيا يا جود، تعالي العبي معي. تهز جود رأسها في كسل قائلة: لا، لا أريد أن ألعب الآن، فأنا أشعر بالتعب وبطني منتفخ، ووضعت رأسها على الطاولة. فكر عزوز قليلاً في حال أخته وقال: كلي هذه، والتقط حبة من حبات العنب اللذيذة ودفعها في فمها. أخذت جود تمضغ العنبة ببطء، فصفقت الفواكه الأخرى بحماس فرحة وقالت: أخيراً، أخيراً، جاءت الفرصة لنغذي جوداً ونشعرها بالنشاط والحيوية مثل أخيها عزوز. هيا انطلقي يا عنبة، نرجو لك رحلة سعيدة. عندما وصلت عنبة إلى معدة جود صرخت من هول ما رأت: يا إلهي، الدهون تملأ المعدة، ما هذا؟ إنها تلتصق بي وتعيق من حركتي. أزالت العنبة ما علق بها من دهون وسكريات ضارة ونادت باقي الفواكه لمساعدتها، فالمهمة صعبة ولا يمكنها القيام بها وحدها. في هذه الأثناء كان عزوز يناول جوداً تفاحة لتأكلها ويطعمها حبة من الفراولة الحمراء الشهية. وصلت التفاحة والفراولة بنشاط إلى معدة جود لنجدة أختهما عنبة وقالت: هيا بنا نساعد أختنا عنبة. أخذوا جميعاً بالدوران السريع وإفراز الإنزيمات الهاطمة للقضاء على الدهون الضارة والذوبان بالفيتامينات والمعادن لتقوية مناعة جسد جود. بدأت جود تشعر بالتحسن شيئاً فشيئاً، فقامت أخيراً بنشاط لتلعب مع أخيها عزوز. قال عزوز بسعادة: إن الفواكه تقوي البدن وتمدنا بالنشاط والحيوية، وهي أفضل ما نبدأ به يومنا. ردت جود موافقة
نعم هذا صحيح، هيا لنأكل ملعقة كبيرة من العسل وبعض الجوز واللوز والبيض الذي أعدته لنا ماما. لذيذ، لقد شبعنا، شكرا لك يا أمي الحبيبة، قالت ماما. ماذا نقول بعد الانتهاء من الطعام يا صغاري؟ جود وعزوز بصوت واحد: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بلا حول منا ولا قوة. قال عزوز: هيا لنلعب، الآن لن تجد الفيروسات طريقها إلينا بعد هذا الإفطار الصحي اللذيذ.